من عدد رساله داخل كله لجميع المقامات المنصبيه، وهذا ليس للفراغ ولكنه تخرج من جامعه كبرى اسسها شيخ قراء العالم الاسلامي وعمده قراء مصر رحمه الله عليه مولانا فضيله الشيخ الشحات محمد انور. تلك الجامعه الكبرى التي لم يتخرج منها الا القارئين فقط، والباقي ينهل منها حسب علمه لانه فيها